في موقف بطولي، مواطن من نينوى يتصدى الإرهابيين من داعش، والسوداني يوجه باعتباره شهيدا. بيومها العالمي، المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن إحصائية بأعداد المفقودين، والحكومة تجدد التزاماتها بحماية الحريات. بعد ارتفاع تجاوز 150,000، البنك المركزي يحدد موعد عودة أسعار الصرف لطبيعتها ويؤشر الأسباب. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاع السوداني بإرسال وفد يمثله إلى مجلس عزاء الشهيد الذي تصدى للإرهابيين في نينوى وإنجاز معاملته وعده شهيدا. بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ذكر أن المواطن سهيل نجم الذي انتفض بعد أن شهد عناصر عصابات داعش الإرهابية مختفين بمزرعته فهرع نحو عجلته وأخرج بندقية كلاشينكوف وقتل 2 منهم، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا عليه صاروخ RPG-7 وأردوه قتيلا لتتم مطاردتهم من القوات الأمنية وقتلهم في جزيرة الحضرة. أعلنت خلية الإعلام الأمني استهداف كهف بداخله عناصر من داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك. وذكر بيان للخلية أن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة جوية ناجحة استهدفت خلالها كهفا بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة التول كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك. دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري جميع السياسيين إلى استثمار يوم النصر لبناء عراق موحد خال من الإرهاب والفساد. العامري في بيان بمناسبة ذكرى النصر على داعش الإرهابي أشاد بالدور العظيم للمرجعية الدينية العليا متمثلة بالسيد السيستاني عبر إصدار فتوى الجهاد الكفائي، مشددا على ضرورة استثمار رمزية الذكرى لنشر العدالة الاجتماعية وإعمار البلاد. رئيس هيئة الحشد الشعبي فلاح الفياض أكد أن الموصل تشهد استقرارا أمنيا كبيرا. الفياض وخلال زيارته نينوى بمناسبة ذكرى تحقيق النصر على داعش أوضح أن حقوق الشهداء أمانة في أعناق الجميع ولا بد من إنجازها. بصراحة تعيش الموصل حالة استقرار أمني كبير، وإن شاء الله هي على عتبات فرصة للاستثمار والبناء وخلق فرص للرفاهية وفرص للبناء. هذا طبعا يثلج صدورنا ويشعرنا بأنه ما قدم من تضحيات لم يذهب سدى، وأن هذا النصر له ثمرة كبيرة. ما نراه اليوم في الموصل هو ثمرة هذا النصر. نشكر الله سبحانه وتعالى ونعاهد الشهداء على أن نكون حافظين لهذه الأمانة. حقوق الشهداء والمضحين والجرحى وعوائلهم بصراحة أمانة في أعناق الجميع، وإن شاء الله تكون حكومتنا المركزية وحكومتنا المحلية وفية لهؤلاء جميعا، ونحن داعمين لهذا الموضوع. في مسألة الحقوق، أي إذا كان متعلق بهيئة الحشد الشعبي احنا نستقبل كل الشكوات والتظلم، ونحن في حدود علمنا تم إنجاز معاملات كل حقوق الشهداء والجرحى، لكن أيضا ما إذا كانت هناك مظالم نستقبلها. باستعراض أمني مهيب أحيت كربلاء المقدسة يوم تحقيق النصر على الإرهاب، إذ تعد المحافظة موطن إطلاق الفتوى الأمة التي أسهمت بتحرير الأرض من دنس داعش. من المدينة التي انطلقت منها فتوى الجهاد الكفائي تصاعدت دعوات لإحياء يوم النصر على جماعات داعش الإرهابية، حيث أحيت كربلاء استعراض أمني مهيب الذكرى 5 لحلول النصر. كربلاء المقدسة بقواتها المسلحة بكل صنوفها تحتفل وتحتفي بذكرى النصر
الخامسة، هذا الذكرى التي انتصر بها الشعب، انتصرت بها الأمة، انتصرت بها الإرادة، هذه الذكرى التي انتصر بها العراق بمرجعيته، انتصر بها العراق بقواته المسلحة، بجيشه، بقواته بالدفاع، بالداخلية، بالحشد الشعبي، بالشعب الذي ساند هذه القوات. طبعا دائما يجب أن نستذكر تلك الأيام العظيمة، يجب أن نستذكر الشهداء الأبرار، نستذكر الجرحى الذين أعطوا الكثير، أعطوا في سبيل هذا الوطن. نهنى الشعب العراقي ونهنى قواتنا الأمنية الباسلة بجميع صنوفها من الدفاع والداخلية وكذلك أبطال الحشد الشعبي بهذا اليوم المبارك، يوم النصر العظيم على فلول داعش الإرهابية. كان هذا اليوم استعراض لقواتنا الأمنية في محافظة كربلاء، كان لقسم الشؤون الداخلية والأمن في هذا الاستعراض أيضا مشاركة. الفرحة الشعب العراقي بهذا اليوم العظيم، أكرر تهنيتي للشعب العراقي وجميع قواتنا الأمنية، رحم الله شهدانا والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. الاستعراض الذي نظمته قيادة شرطة كربلاء وشاركت فيه صنوف أمنية مختلفة شهد استذكار بطولات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب ودعوة الجهات الأمنية للإبقاء على المكتسبات المتحققة. قيادة عمليات كربلاء المقدسة تحتفل بهذا اليوم، يوم النصر العظيم، مع القوات الأمنية تحت أمرتها من الجيش وشرطة وإخواننا الحشد الشعبي ودوائر الأمنية الاستخباراتية. هذا النصر العظيم الذي ينتصر به الحق عن الباطل، الحق على أعداء الله. هذه المناسبة السعيدة لجميع العراقيين والعالم بأسره، هذه المناسبة التي ضحى الشعب العراقي بالشهداء والجرحى لهذه المناسبة السعيدة. احتفل محافظة كربلاء المقدسة هذا اليوم بحضور السيد محافظ كربلاء بيوم النصر العظيم بذكرى الخامسة، هذا اليوم الذي انتصرت فيه قواتنا الأمنية الدفاع والداخلية والحشد على أكبر قوة متغطرسة في العالم ولله الحمد. وتشهد سنويا كربلاء بوصفها موطن الفتوى الأمة التي انطلقت لتحرير مجمل الأراضي العراقية جملة من الكرنفالات الرسمية التي تؤكد صيانة التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية. من كربلاء المقدسة مآثر طالب، قناة الرابعة. هذا ويستذكر المصليون معاناتهم مع الجماعات الظلامية وتضحيات القوات الأمنية بمختلف صنوفها، إذ تعود الحياة اليوم إلى المدينة بعد أن خيم عليها الظلام لأكثر من عام. يستذكر العراقيون والموصليون على وجه أخص الذكرى الخامسة لتحرير مدينتهم الحدباء وإعلان النصر على داعش الإرهابي، تلك الملحمة الخالدة التي أثلجت صدور العراقيين وقصم الظهر الإرهابي وأعوانه الذي استباح الموصل في غفلة من الزمن. اليوم يوم النصر ويوم الازدهار والانتصارات والإعمار، يعني ما شاء الله خير من الله، والنازحين كلهم رجعوا إلى أهاليهم، إلى مناطقهم اللي كانوا طالعين عليه رجعوا عليهم. الموصل ورغم الدمار الهائل الذي لحق بها تنهض من جديد، حيث تشهد عودة الحياة بقوة لها، فالشوارع مزدحمة والأسواق مفتوحة حتى ساعات الليل المتأخرة، وتنتعش حركة الأسواق والناس والتجارة، ويعاد بناء وتطوير المرافق عامة. اليوم يوم عظيم، نصر عظيم، الموصل ارتاحوا، ونصر عظيم على داعش، وخلصنا من هذه الدواعش والحمد لله، نصر عظيم. وثمن الموصليون المواقف المشرفة لمختلف صنوف القوات المسلحة وعموم أبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية في مواجهة عصابات داعش والتصدي لها ودحرها. وفي هذه المناسبة العظيمة، تحرير هذه المحافظة العريقة، هذه المحافظة اللي تحررت بدماء شهدائنا الأبطال، وخاصة من القوات الأمنية والقوات جميع القوات المشاركة، وكذلك فتوى السيد السيستاني. الموصل التي كانت توصف بأنها عاصمة داعش حولها أهلها إلى قلب لكل العراق، فهي تنهض من جديد وتنفض غبار الحرب. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل.
وجه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني باستكمال التحقيقات بالأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية. السوداني خلال استقباله عددا من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، وجه بمتابعة ملفات الجرحى والإعازة إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة. وبين رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية هو ضرر للعراق، وأن الدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنيته بدفعه وعلاجه. كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن تقديم 11,000 عائلة بلاغة بفقدان ذويها خلال 8 أعوام، وذكر المرصد في بيان أن هذا العدد قابل للزيادة بسبب وجود عوائل أخرى لم تبلغ بفقدان ذويها، مشيرا إلى أنه تم توثيق قضية المفقودين والمغيبين في الفترة الممتدة بين عام 2014 و2022، وتضمن تقرير شهادات لذوي المغيبين والمفقودين. وحمل المرصد الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم الوصول إلى معلومات حول مصير المفقودين خلال هذه السنوات. أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق دعمها الكامل لحل ملف النازحين في البلاد. فائق في بيان مقتضب بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت أن الأديان السماوية كرمت الإنسان وجعلت له مكانا قيما في الأرض التي يعيش عليها، مشددة على ضرورة العمل المتواصل من أجل حل قضايا النازحين وإنهاء معاناتهم، مضيفة أن حقوق الإنسان دستور الحياة وأساس العيش الكريم. أوضح البنك المركزي العراقي أن مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد، مبينا أنه تم إنشاء منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار. وقال مستشار البنك المركزي أحسان اليسري أن المنصة التي تم إنشاؤها تحتوي جملة من الإجراءات التي تضمن التزام العراقي بالمتطلبات الدولية المتعلقة بموضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وقضايا تمويل الإرهاب. ولفت اليسري إلى أن المصارف بعد تقديم طلبها عبر المنصة تخضع طلباتها إلى التدقيق، الأمر الذي يحتاج بعض الوقت، وهو ما تسبب بقلة العملة الأجنبية المتداولة في السوق، مؤكدا أن أسعار الصرف ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال أسبوعين لا أكثر. بالتزامن مع المطالبات الشعبية بخفض سعر الصرف، يواصل الدولار ارتفاعه في الأسواق المحلية، فيما يعزو اقتصاديون هذا الأمر إلى توقف المصارف عن شراء الدولار. قفزات بارتفاع أسعار الدولار تسجلها الأسواق المحلية يومياً، إذ حلق سعر الدولار الواحد إلى 1500 دينار. المصارف التي تم وضع اليد عليها أخيراً من قبل البنك المركزي أصبحت تحت الوصاية. يقول خبراء في الاقتصاد إن توقفها عن شراء الدولار هي السبب وراء هذا الارتفاع غير المبرر. طبعاً تحرك الدولة على مفصل مفاصل مهمة في عمليات المزاد العملة وعمليات الفساد اللي يشوب هذا المزاد، وضعت إيتا على بعض المصارف التي قد تكون هي السبب في عملية احتكار العملة أو احتكار المزاد لأنفسها، وتعمل مضاربات فيما بينهم من أجل السيطرة والاستحواذ على مزاد العملة وفرض إرادتهم على سعر الصرف. العجلة التجارية والاقتصادية في العراق دائما ما تصاب بالاهتزاز في كل مضاربة تحصل بارتفاع أسعار الدولار واختلاف طرحه في نوافذ بيع العملة. المواد الأساس والاستهلاكية في السوق أيضا تتأثر كثيرا بتذبذب أسعار الدولار وترتفع مع ارتفاعاته المفاجئة.
أنت يوم اللي تبني صناعة وتبني زراعة وتبني مؤسسات اقتصادية نشطة وتبني شركات قطاع خاص مهمة، هذه تحقق لك الاستقرار. أما الآن فتبقى الأسواق متأرجحة ويبقى الصعود والنزول والتحكم بالدولار من قبل المتطفلين، وهذا يؤثر على عملية البناء والإعمار ويؤثر على العملية الاقتصادية عموما، وخصوصا سوق السلع والمواد اللي ممكن أن يستثمرها المواطن. من واجبات الحكومة في حل هذه المشكلة هي دعم الصناعة والزراعة والاقتصاد للمحافظة على تدوير العملة داخليا ووضع قوتها في وجه أصحاب المصارف المتلاعبين ببيع الدولار من خلال رسم تسعيرة موحدة وثابتة تطبق على الجميع. سعر صرف الدولار المرتفع أمام الدينار وفي حال استمرارية تضارباته فإنه سيولد نوعا من الإرباك في الحركة التجارية ويرفع من أسعار المواد في الأسواق إذا لم تتدخل الحكومة. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. أرجع الحزب الديمقراطي الكردستاني تأخير إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب إلى اختلاف الرؤى بشأن قيمة النفط وتبويب الأموال. النائب عن الحزب شريف سليمان قال أن الحوارات بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان ووزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن الموازنة العامة للعام المقبل، لافتا إلى أنه لغاية الآن لم تتوحد الرؤى حول قيمة النفط المقرر والمبالغ وكيفية تبويب الموازنة وغيرها من المواضيع التي أخرت إرسالها إلى البرلمان. تعظيم الاقتصاد ودعم الاستثمار هما أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة، إذ يعد هذا الملف من أهم مطالب الشارع العراقي. تطوير الاقتصاد وتعزيز التعاون الاستثماري مع الدول والشركات هو ما تسعى إليه الحكومة بجعل البلاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات وتقوية رغبات الشركات العالمية في القدوم للعراق وإنشاء مشاريعها. يعني الفرص الاستثمارية الخارجية في الساحة العراقية هي متوفرة، وهناك رغبة كبيرة من بعض الشركات العالمية، الشركات المتخصصة التي تحتاجها القطاعات العراقية، لكنها تبحث على ضمانة الاستقرار وخصوصا الاستقرار الأمني، وحتى لا يكون هنالك ضرر للشركات. تعرف الشركات العالمية هي تحسب كل الحسابات، وبالتالي هي تستثمر حتى تستفيد، وبالتالي تعطي نتاج أفضل عندما يكون هنالك ضمان للاستقرار من السلطة التنفيذية، وهذا واجب السيد السوداني. عندما تريد أن تجلب مستثمرين وشركات رصينة للأغراض الاستثمار عليك أن تحقق أولا وضع أمني جيد مستقر، هذا أولا. ثانيا بيئة ملائمة للاستثمار تتحدد أو تتكون من خلال تشريع قوانين ملائمة للاستثمار بدل القوانين العاملة الآن أو الفاعلة الآن في العراق بخصوص الاستثمار والتي باتت معرقلة للاستثمار. الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية أبرز المجالات التي يسعى العراق لتطويرها وتوسعتها وتوفير السبل والمناخات المشجعة للانفتاح الاقتصادي من قبل الدول والشركات العالمية. فالعراق يمتلك مقومات النجاح بشريا وماديا. الشركات الأجنبية طبعا كما يعبرون رأس المال جبان، الشركات الأجنبية الغربية جبانة في هذا الموضوع، تريد بيئة استثمارية مثالية عكس الشركات الشرقية وخصوصا الصين، والتي تتعايش مع البيئة الخطرة أو شبه الخطرة أو يعني غير ملائمة للاستثمار بشكل كامل. لتنشيط الحركة التجارية والصناعية في البلاد وإعادة الحياة للمصانع العراقية لابد من تقليل استمرار الاستيراد وعدم جعل العراق بلدا مستهلكا فقط. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أعلنت هيئة نزهة الاتحادية عن ضبط أحد الصحفيين متلبسا بالرشوة مقابل الوعد بالامتناع عن النشر بأحد قضايا الفساد التي أصبحت قضية رأي عامة. وذكرت الهيئة في بيان أن ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط صحفي أقدم على أخذ مبالغ مالية مقابل عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي
فيما يخص قضية سحب مبالغ الأمانات الضريبية من فروع مصرف الرافدين، ونوهت الهيئة بتنظيم محضر أصولي وعرضه رفقة المتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق. دعت هيئة نزاهة فريق الخبراء الحكومي إلى تكثيف الضغط على الدول للتعاون مع العراق في ملف استرداد المتهمين والأصول المهربة. رئيس الهيئة حيدر حنون شدد على ضرورة أن يضع العراق ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، ولا سيما في ملف استرداد الأموال المهربة. وأشار حنون إلى أن فريق الخبراء الحكومي سيتابع تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد المنعقد في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. حذر المجلس العربي في كركوك من استغلال بعض القوى السياسية للمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لإثارة المشاكل بين مكونات المحافظة. وأكد عضو المجلس رعد الصالح أن وزير العدل وبعض النواب الكرد زاروا قضاء داقوق وحاولوا تحريض الفلاحين الكرد على العرب لإثارة فتنة قومية في القضاء. إلى المادة 140 من الدستور المنتهية الصلاحية، وخاصة في كركوك، سيتم استغلالها من قبل بعض القوى السياسية القومية لإثارة وافتعال المشاكل بين المكونات، وخاصة في قضاء داقوق، حيث قام مؤخرا وزير العدل في الحكومة الاتحادية مع وفد من أعضاء مجلس النواب الكرد في محافظة كركوك بزيارة قضاء داقوق وإلى قرى الفلاحين من القومية الكردية، محاولين تحريضهم لإثارة فتنة قومية بين العرب والكرد لطرد وتشريد الفلاحين العرب من قراهم. إن زيارة وزير العدل الاتحادي لهذه المنطقة العربية التي تم تهديمها وتجريفها وتشريد أهلها قبل خطة فرض القانون من قبل قوات البيشمركة فيه انحياز قومي واضح وذات طابع سياسي. كشفت اللجنة القانونية النيابية عن حراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين. رئيس اللجنة محمد عنوز ذكر أن البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد وجعله ملبيا لجميع احتياجات المتقاعد وأبعاده من العوز المادي، لافتا إلى أن مجلس النواب بدور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية، وهنالك جدية بحسم المقترح. في حادثة فريدة من نوعها، أهالي من عائلة تفاجأت في بابل بتحويل منزلهم إلى أحد الأشخاص بعد وفاة الوالد، والسبب هو تزوير المستندات في دائرة التسجيل العقاري كما تقول العائلة. هل لك أن تتخيل أن تستيقظ في يوم ما لتجد بيتك مسجل باسم شخص آخر؟ هذا ما حصل مع محمود الذي تفاجأ بتحويل ملكية بيت عائلته إلى أحد الأشخاص بعد وفاة والده. حادثة فريدة من نوعها حصلت في بابل. 39 عاما تسكن هذه العائلة في نفس البيت، لتصبح بين ليلة وضحاها بلا مأوى بسبب تزوير في المستندات كما يقولون. وعدنا بيت تنازلنا عنه حصة الخواتي اللي هن عددهن 4، ومعاملة مدة 8 أشهر في دار التسجيل العقاري. فجأة نتفاجأ باتصال من قبل المحامية تقول يا بالبيت مو باسمكم، هذا شلون مو باسمنا؟ احنا من 1983 ساكنين نفس المنطقة في حي ضباط، ولا بايعين ولا مشترين، نفس الدار احنا ساكنين بها ومولودين بها وما زلنا بها لغاية هاي اللحظة، تقول باسم واحد ثاني. الوثائق والثبوتيات التي حصلت عليها رابعة تثبت صحة حديث العائلة لملكية البيت، مما يزيد الشكوك حول آلية عمل التسجيل العقاري وإجراءات دائرة الضريبة الحالية، كونها ماطلت في إجراءاتها الروتينية.
لحل هذا الموضوع. الضريبة لحد هاي اللحظة رافضين، يقولون البيت مو باسمكم، يا بشان مو باسمنا، واحنا عندنا سند قال لا باسم واحد ثاني. زين لعد من كان ابويا عدل لمدة 40 سنة، وين كان هذا الكلام؟ ليش من توفى صار؟ فالموضوع بي يعني تزوير من احد الموظفين دائرة التسجيل العقاري، ويعني شغلة يعني عليهم 100%، واذا تقدرون حضراتكم تأكدوا منهم استفسروا الموضوع، وعدي ما يثبت ذلك. ورغم مرور 8 أشهر على بدء إجراءات العائلة لنقل ملكية الدار إلى الأولاد، إلا أنهم باتوا أمام واقع عدم أحقيتهم القانونية بدارهم. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. حملة للتسجيل تقوم بها دوائر البلدية في بغداد لتأهيل المساحات الفارغة التي غدت مكبا لأنقاض البناء. يأتي ذلك في وقت يعد هذا الملف واحدا من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة في القطاع الخدمي. في واحدة من الخطوات لاستصلاح الأراضي المتروكة والمتنزهات، تقوم الدوائر البلدية بحملة تسجير لهذه المساحات. متنزه لأمام الواقع ضمن حدود بلدية الدورة كان من بين هذه المساحات التي خضعت للتأهيل والتسجير بعد أن كان عرضة للتجاوز ومكبا لأنقاض البناء ومخلفاته. غرض زيادة المساحة الخضراء في عموم الدوائر البلدية. هذا المتنزه ومتنزه اليمامة كان في السابق عبارة عن أنقاض وتجاوزات في هذه الساحة اللي هي 4 دونم. قامت الدائرة البلدية برفع جميع التجاوزات ورفع الأنقاض، طبعا كميات هائلة من الأنقاض، حوالي يعني 1000 شحنة أنقاض شلناها منها وفرشناها بالتراب النظيف والزميج وتم تسييجه وزراعته. وحاليا تقوم الدوائر البلدية بمساعدتنا لغرض زراعته بشكل كامل. ويمثل التجاوز على الأراضي الحكومية والمساحات المتروكة واحدة من المشاكل الحديثة التي ظهرت أمام الحكومات المحلية لأسباب مختلفة كغياب التخطيط العمراني وأزمة السكن وانتشار البطالة، الأمر الذي يوجب مراجعة جادة لهذه السلوكيات في إطار المواكبة والتحديث العمراني. طبعا هي تعرف يعني من كل المساحات الموجوده المساحات الخضراء هي مستغله حاليا، يعني لا زالت اكو مساحات حاليا لحد الان لم تستثمر ولم يتم استصلاحها وزراعتها. تغير الوجه الدائره البلديه او البلد بشكل عام بالزراعه راح يكون، لان الزراعه تضفيف جو كلش طيب وممتع على المتلقي وعلى المشاهد، فاكيد يعني زياده المساحات الخضراء فعامل مهم جدا في اضفاء الجماليه لمدينه بغداد. ونتيجة تراجع الواقع الخدمي في أغلب محافظات البلاد، يمثل الجهد البلدي واحدا من أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة، لا سيما أنها تبنت هذا النهج الإصلاحي الإخفاقات الماضية. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. وثقت عدسة الرابعة زيارة عدد من السائحين الأجانب الذين جاءوا من ألمانيا وسويسرا وهولندا والنمسا لتخييم في العاصمة العراقية بغداد. وتتزامن هذه الرحلات مع الذكرى السنوية 5 لتحقيق النصر على الإرهاب. كنت بال1980 هنا بالعراق آخر مرة وزرت كل المناطق الأثرية، النمرود وبابل وأور، كل المناطق الأثرية زرتها وحبيت أشوف العراق ما بعد الحرب والتحرير، وأتمنى الموفقية للعراق وللشعب العراقي. كان يوم سعيد بالنسبة لنا، افترنا جولنا ببغداد، خدنا جولة في شارع المتنبي والمدرسة المستنصرية والقشلة ومقهى الزهاوي، وإحنا شفنا بأن الحكومة العراقية تبذل جهود جبارة للحفاظ على الأمن والسلام، ونتمنى لكم الموفقية والسلام. نشهد بغداد أول جروب يجي بالسيارات الكرفان اللي هي عبارة عن بيت مصغر بالكرفان متنقل، جروب من 18 عائلة من ألمانيا وسويسرا قادمين عابرين أوروبا عبر تركيا إلى بغداد. فهذا شيء رائع جدا. احنا واجهتهم بعض المشاكل بالدخول بالتشيك بوينتس، نحاول نذللها لهم إن شاء الله بالجروبات القادمة. كسرنا حاجز عبور السياح الأجانب للعراق اللي كان خطوط سيرهم تبتعد عن العراق، اللي يجون بقافلات مثل هاي القافلات هي عبارة عن كرفانات سكن
يلفون بها العالم كله بحدود الأربع إلى خمسة أشهر، يعبرون أكثر من 10 إلى 12 دولة. واليوم هم هذا الخط، هذا الجروب خط سيرة راح يكون من اليونان إجا يدخل على الميدل إيست كله ويرجع عن طريق العراق مرة ثانية إلى أوروبا. أكثر الجنسيات هي ألمانية، سويسرية، هولندية. من النمسا عندنا سيارتين. قبل ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. في موقف بطولي، مواطن من نينوى يتصدى لإرهابيين من داعش، والسوداني يوجه باعتباره شهيدا. بيومها العالمي، المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن إحصائية بأعداد المفقودين، والحكومة تجدد التزاماتها بحماية الحريات. بعد ارتفاع تجاوز 150 ألف، البنك المركزي يحدد موعد عودة أسعار الصرف لطبيعتها ويؤشر الأسباب. النشرة انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة.tv، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.